جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا في الأذان ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك أيضا في الإقامة، هل نردد مع المقيم المؤذن؟ هذا لا يسمى ترديدا، وإنما يسمى متابعة، متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا إنما هو متابعة للمؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.